السلام عليكم. لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله. إن أعجبك الفيديو لا تنسى الإعجاب والاشتراك في القناة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم. أهلا وسهلا بك للا زهرة. السيد دكتور كي جاي لبس عليك. حفظك الله ورعاكم للا. نهار كبير هذا من ياسم تلال خط معكم. جزاكم الله ألف خير. سيد دكتور أنا عندي واحد المشكلة وبغيتك تتعاون معايا وتدعي لي مع وليداتي الله يجازيك بالخير. يا رب يا كريم. أنا مطلقة وعندي ثلاثة الوليدات. لا إله إلا الله. عندي جوج بنيات وولد. الله يخليهم لك يا رب. يا ربي يمين ويخليك معز عليك. وبغيتك تدعي لي مع ولدي الله يهديه عنده 16 عام وما ما باغي قرايه ما باغي خدمه يعني وقيت معاه مشكل بزاف حيت انا وحدي وعندي مشكل مع با وكتعرف الدراري كيتاثروا بالمشاكل. اكيد لا اكيد اكبر ضحيه في اي طلاق هما الاولاد والضحيه كتكبر من اللي كيبلغوا سن المراهقه 16 سنه بالغلية السن المراهقة وما بقيت قادرة عليه ما بغى خدمة ما بغى قراية وكان سايس معاه لا إله إلا الله محمد رسول الله. لالا زهرة اسمحي لي لالا لا دخلت في الخصوصيات ديالكم واش ما كاينش إمكانية للإصلاح بينك وبين الزوج ديالك ترجع المياه المجاريها على الأقل على قبل الوليدات؟ لا سيدي راه رفعت ماشي مرة ماشي جوج والو ما عندوش مسؤولية ما نكذبش عليك. لا إله إلا الله. دابا نيت راه ما كينفق عليهم حتى حاجه وانا في الكرا وكنخدم غير في الطيور عند الناس. لا اله الا الله. يعني صراحه كاينه في مشاكل وبزاف مع هذا الولد بزاف. الله يفرج عليكم اختي زهره الله يفرج عليكم يا رب. يا ربي, ربي هو ولينا ووليكم. لا اله الا الله. يا ربي امين. وما كرهتش النمره ديالك الخاصه اذا كان ممكن الله يجازيك. واخا للزهره باذن الله. نعطيك لله يا ربي يا كريم ولا احتجتني في اي تدخل للاصلاح لان احنا املنا هو اننا نقوم باصلاح بين الزوج والزوجه اصلاح ذات البين. ربنا يقول لك لا خير في كثير من نجواهم الا من امر بمعروف او صدقه او اصلاح بين الناس. اصلاح ذات البين هي من اعظم الاشياء. والله يكمل لك الرجاء لا حول ولا قوه الا بالله. وخلي الزهره الستون بغيتك الرقم ديالي ونتواصلوا فيما بعد او خلي لي الرقم ديالك ونتواصل معك. المشكل ديال الزهرة هو مشكل كبير تلقوا بأنه منتشر في عدة أوساط أن الأسرة كتوصل للطلاق. وشنو هي الأسباب ديال الطلاق؟ كاين أحيانا كتكون الوسائل المادية. زهرة هي شغالة في البيوت عاملة نظافة فام دو ميناج. حنا عارفين هاد الناس كيتعبوا كثير وكياخذوا واحد الأجر زهيد جدا يعني كيكفيهم الى شرف العيش. الزوج ديالها عاطل ما كينفقش يعلم الله تا هو الاحوال ديالو لو سمعنا منه. بمعنى ان العامل الاول الذي ساهم في تفريق وتمزيق شمل هذه الاسره وهو الفقر. والفقر كان سيدنا عمر بن الخطاب كيقول لو كان الفقر رجلا لقتلته. وحنا مطالبين في مغربنا العزيز اننا نفكر بعقول ناضجه ونبحث عن الحلول اولا لمحاربه الفقر. يعني بعد زمن الكورونا راه عدونا الاساس وهو الفقر. هناك فئات تعيش الهشاشه وتعيش الظروف صعبه وبامكاننا اننا نتجاوز لان الامكانيات اللي اعطانا الله تعالى كثيره والخيرات اللي في هذا البلد متعدده. واش خاصنا؟ خاصنا اراده سياسيه قويه وخاصنا واحد وضع مجموعه ديال البرامج ومجموعه ديال الخطط المنهجية من أجل العمل وخلق فرص شغل وإمداد الطبقات الفقيرة بالوسائل للانطلاق ونحارب الفقر لأنه سبب في تمزيق العائلات. قد يقول قائل وحنا عندنا عائلة أخرين ليسوا فقراء وحتى ما وصلوا للطلاق. كاين ياما هناك طبيب مزوج مع مهندسة وطلقوا.
ياما برلماني مزوج مع صيدلانية وطلقوا، ياما أستاذ جامعي مزوج مع بنكية وطلقوا. هادو ناس كتار كلقوهم عندهم مستوى دراسي رفيع ومستوى مادي رائع وطلقوا. ماشي دائما الفقر هو السبب، كاين الفقر الآخر، كاين الفقر المادي، وكاين اللي عنده الفقر المعنوي، عنده شح في العواطف، عنده شح في المشاعر. طبعا ما كنتكلمش على المحبة وروميو وجولييت، لا لا لا، ده كلام كيبقى في الهامش، وهو أن ملي كيوقع الصراع حتى واحد ما كيصبر على الآخر، كل واحد كيبغي يسيطر على الآخر وكيرفضوا الحوار. يا ما دخلتوا في الصلح مع عائلة كبار مقامات رفيعة جدا، وكنت كنتفاجئ، لم أكن أتوقع بأن يكون الإنسان في مستوى دراسي رفيع ومستوى عملي رائع، ولكن ملي كيوقع النزاع كتسري الثقافة وكيسري المقام الرفيع وكيعود الإنسان بطبعه المتشنج والعصبي. والسبب هو النفوس، خصنا علاج النفوس، كيف نعالجها؟ نعالجها كما ذكرنا في الآية السابقة، واصبر على ما أصابك، اصبر. الإنسان يكون صبار ويحاول أنه يحرص على التعايش والتنازل، لا بد من التنازل. راه اللي بغاها كلها كيخليها كلها، شحال من واحد دابا مخاصمين حتبغاها كامله مكموله، راه ما كاينش كامل الاوصاف، راه الدنيا بنيت على النقصان. الا عندك 50% احمد ربي وشكره وبوس يدك من القدام ومن الخلف وقل يا ربي لك الحمد والشكر. لكن اللي كيبغيها كامله مكموله ما غيوصل لوالو، والنهايه كتكون الفرقه وكيكون تفرق الشمل، والضحيه هما الاولاد، ضحيه كبيره كيضيعوا، لكن الصغار كيضيعوا ولو وصلوا السن ديال المراهقه كتبان فيهم العلامات. لالا زهره، كنتمنى لو ان الزوج ديالك ربما يبغي ولدك محتاج للاب في سن المراهقه، الطفل او اليافع محتاج الى سلطه الاب، وخا ما خدامش، المهم ان الاب حاضر في الدار كيامر وكينهي وكيشعر بانك قوه تحميه. دابا الوليد كيشعر بانك انت ضعيفه ونهار كامل وانت خدامه، هو كيبدا يتمرد، ومن ثم كيبدا يحاول انه يخلق لك مشاكل، وما كيلقاش شكون القائد الذي يقوده الى طريق السلام. انا خديت الرقم ديالك لاله زهره، ومستعد ان شاء الله اذا كان الزوج ديالك يدخلوا في الصلح. الفقر راه حاله سهل، راه الفقراء في العالم راه اكثر من نصف ساكنه العالم فقراء، والفقر ليس عيبا، لكن ممكن اننا نقاوموا من اجل البحث عن فرصه عمل لكسب حلال. وربي يبارك الجميع، فاسال الله الواحد الاحد الفرد الصمد ديال لاله زهره اللي خلقنا وخلقك، وهو مدبر الكون وهو على كل شيء قدير، وامره بين الكاف والنون، اذا قضى امرا انما يقول له كن فيكون. نسال الله تعالى باسماء الحسنى وصفات العلى ان يتجلى عليك وعلى زوجك وعلى اسرتك وابنائك بالرحمه والمغفره والرضوان، وان يعيد المياه الى مجاريها، وان يهدئ النفوس، وان يرزقكم رزقا واسعا، رزقا طيبا حلالا، ان الله يرزق من يشاء بغير حساب، يرزق من حيث لا تحتسب. واسال الله ان يصلح لك اولادك، يا ربي دوك البنيتات وذاك الوليد، اللهم يا ربي قر بهم العيون، هو اللي خلقهم، هو اللي اعطاهم لك، يتكفل بهم سبحانه وتعالى، يعطيهم الهدايه ويعطيهم البركه والصلاح والفلاح، ويجمع شمل ديال العائله. ارجوكم جميعا قولوا معنا امين. امين امين يا ربي يا كريم. السلام عليكم، لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناه تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد ان شاء الله.